هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، يتأخر كثير من الناس عن صلاة الجمعة ويأتون عند دخول الخطيب، فحدثونا عن فضل ذلك، ومتى تبدأ الساعة الأولى يوم الجمعة؟ الأفضل للمسلم أن يبكر صلاة الجمعة، يحضر مبكرا وينتظر الصلاة ويقرأ القرآن ويأتي بنوافل من الصلاة، هذا أجر عظيم. الصلاة الأولى تبدأ من، قال بعضهم تبدأ من الفجر، بعضهم قال تبدأ من طلوع الشمس، فعلى المسلم أنه يبكر لصلاة الجمعة. وأما إذا تأخر إلى أن يدخل الإمام أو إلى أن تنتهي الخطبة أو تذهب الركعة الأولى، فهذا نقص عظيم، تصح جمعته لكن يحصل نقص عظيم في أجره. نعم.